السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين من المقاطعة الإدارية المنيعة، وبالضبط من أمام مسجد عمر الفاروق بوسط المنيعة. طبعا كما تشاهدون في هذه الصور، صور يعني بشعة لهذه المزبلة التي لم تتراوح مكانها لأزيد من أسبوع. وهذه مناشدة للسلطات البلدية والمسؤولين في المنيعة بانتشالها، لأنها صورة مشوهة للمنيعة وبوسطها ناهيك عن المسجد الذي لا يفصل بينها إلا مترين أو ثلاثة. وفيها أيضا ملاحظة أريد توجيهها إلى الخضارة، لأني يعني لاحظت أن بعض الخضر كما تشاهدون في الصورة، بعض الخضر في هذه المزبلة. يعني حتى الجزارة سامحهم الله، يعني كما تشاهدون في الصورة رأس جمل بين هذه الأنقاض. يعني أتمنى من السلطات البلدية في أقرب وقت يعني انتشال هذه المزبلة وهذه النفايات. التسجيل كان بتاريخ يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر جويلية لسنة 2018.